دعاية غير صحيحة ونعرف من يقف خلفها وكاره للسعودية ويكره لمصالح السعودية بشكل أو آخر ويحاول يقتنص أي فرصة لتنفير الشعوب الإسلامية من السعودية. أولا قبل هذا القرار كانت هناك رسوم على فيزة الحج والعمرة 50 ريال سعودي، حتى اللي بيجي أول مرة يدفع 50 ريال على فيزة الحج والعمرة. هذا قرار لا يستهدف فيزة الحج والعمرة، استهدف كل فيز الحكومة السعودية ووحد سعرها بسعر واحد. واستدراكا من حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين تكفلت بتغطية تكاليف الحج الأول والعمرة الأولى لأي مسلم على حساب الحكومة. فإذا في مسلم يريد أن يحج، أول حج لن يدفع قيمة الفيزا والحكومة السعودية تدفع قيمة الفيزا، وإذا في مسلم يريد أن يعتمر لأول مرة نفس القصة. لكن يريد أن يأتي مرة أخرى وثانية وثالثة، واحد